ليش مرعبين الشباب هون؟ ما حدا يسترجي يحكي. يا باطل والله يا باطل على الحكي، مو نحن. ما كل واحد عم بيحكي موضوع بيجي بيدخل موضوع تاني وبنوا. الله محيي ما لقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ما مشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. مساء الخير. ما لنا مخربطين، ما الله يعطيك العافية. يعني نحن بنعرف انه في هون شباب سوريين او يافعين جايين لهون يتعلموا شيء. عندك فكره عن هيك شيء؟ هون بيستهدفوا فئه الناشئين بين 6 و 18 سنه، حيث يعلمون شغلات ابداعيه جديده، شغلات نوعيه جديده فريده من نوعها. لحقت انت تعمل دورات ولا لا؟ لسه ما في الدورات، لانه لسه جداد عم نفتتح. يعني قصد يعني انه صار له زمان يعني هي الدورات شغاله. مؤسسه كرم اللي مؤسسته هذا البيت، في عندها فرع بالريحانيه، ولا هذا البيت باسطنبول جديد. مبروك. شو بدك تعطينا؟ هي الاعلاميين. هي الاعلاميين مشان ما يضيعوا. ما كيفك؟ شو اسمك؟ عائشه. هلا يا عائشه، انت شو من لجنه الاستقبال؟ يعني شو في جوا؟ جوا أول ما تدخل بيعرفوك على المكان، بعدين بيبلشوا بالمراسم. طيب أهم شيء غير المكان شو بيهم جوا الواحد؟ شو بيهمه؟ إنه يشوف شو الجديد وشو بيت كرم سوا. شو تعلمتي أنت؟ شو استفدتي من بيت كرم؟ كتير شغلات، وخاصة بالشغلات الإلكترونية. شكرا لك، الله يعطيك العافية. سلامات. كيفك؟ مين طارق؟ انا مو طارق، انا يوسف طارق. شو بيشتغل طارق؟ طارق هو المسؤول عن التنظيم بشكل عام في كندا. ايه ساكن. وانت؟ انا متطوع، عم ساعدهم في موضوع التنظيم وموضوع اداره الجهات الاعلاميه. يعني طارق مو متطوع؟ طارق هو المسؤول بشكل عام، هو يعني عن. طب هو اسمه طارق حضرتك؟ يوسف. اهلا وسهلا فيك استاذ طارق عباس. احتراماتي، الله يعطيك العافيه. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. الله يكرمك. الله يسلمك ويعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب. شكرا كثير. مبروك. الله يبارك فيك. خطوه صار لها زمان، ما يعني حتى ظبطتها؟ يعني تقريبا نحن بلشنا بهذا المشروع من 2017 بريحانيه، وهلا كانت خطتنا ب 2018 انه يكون الافتتاح لبيت كرم اسطنبول. من الاسم بيت كرم، جو عائلي، جو ودود ودافئ. يعني العائله بتيجي مع اولادها معي، بتشعر على انه في شيء من الطمانينه لهم. يعني اكيد، يعني نحن بنحتضن الاطفال او الشباب يلي بين 14 و 18 سنه، وبنقدم لهم برنامج تعليم ابداعي بيستهدف انه يعطيهم طريقه جديده بالتفكير، طريقه جديده بحل المشكلات، ويعني لحتى يقدموا خلينا نقول مستقبل أفضل لألهم، مستقبل أفضل لأوطانهم، ومستقبل أفضل يعني البلدان اللي هن موجودين فيها. كتير حلو. هلا هون القاعة شو؟ هون الريسبشن. ريسبشن استعلامات. أي عائلة بتيجي أو حدا بيسأل بيعرف إنه في مكتب استعلامات. شو بيسأل؟ محتوى كل الأسئلة المطلوبة أجوبتها موجودة بهذا القسم. جاي تسجل هون؟ جاي نشوف، جاي ناخذ نظرة. يعني انه شو في هون هيك حلو، هي يعني السوريين لازم يعرفوا انه شو ترتيب. حضرتك يعني متزوج؟ اها، زوجتك؟ حلو، بكرين والله، مبروك. الله يبارك فيك. يلا هذا لاولادكم بقى ان شاء الله. يعني وإن شاء الله نرجع، بس يعني الواحد ليش لا، يعني اذا استقر هون حتى اذا رجعنا ممكن نعمل هيك فكره كمان ببلدنا، مو غلط شيء حضاري. اهلا وسهلا فيكم. هون عرسكم ساويتوه باسطنبول ولا وين؟ اسطنبول. اسطنبول. ليش خايفة انت؟ مو خايفة من اولها؟ لا ما خايفة. اهلا وسهلا فيك. هذا عبد المعين من عنب بلد. سألناه قال بدك تسأل لما. ليش بدك تسلمه؟ لانه لما هي الكل الكل. هلا فعليا اللي ليش مرعبين الشباب هون؟ ما حدا يسترجي يحكي. يا باطل والله. يا باطل على الحكي، مو نحن. هلا بكل غرفه حيكون في حدا مسؤول هنيك عم يشرح عن كل مشروع، بامكانك تعمل تور بكل المبنى.
كل الغرف مفتوحة وكل حدا بتلاقيه خليه يشرح لك أكثر عن البرنامج. انتي حضرتك هون شو ال... أنا هلأ منظمة الافتتاح. ايوه تمام. بتبطلي بطلوني على التلفزيون بعدين بطل بلعوني الله يعطيك العافيه. تمام شرفت كثير على ما يبدو خبره يعني. انا كثير بحبكم من زمان متابعتك كثير انبسطت بشوفتك. فوق يلا كيفك يا مجد؟ خير تمام كيفك ان شاء الله؟ خلاص مو كلب المهمه. ايه خلاص حطوها فيني. الله يعطيك العافيه. والله هو المشروع هذا يعني بتروح عن الواحد فيه ما هيك بحس الواحد هيك بحس انه انت بعائلتك يعني بالضبط هذا هو يعني نحن فكرتنا الأساسية إنه نحن كلياتنا نكون عائلة كل عائلة هي جزء من العائلة الكبيرة. الريحانية العدد قديش يعني بتحسن تقول بيرتادوا؟ حاليا أنا منسق بمشروع العائلات كفاءة عائلة سورية. حاليا عندنا نحن 32 عائلة بالريحانية بالبرنامج اللي هن قسم من عائلة كرم الكبيرة. باسطنبول حاليا عندنا 28 عائلة هن كمان قسم من العائلة الكبيرة تبعتنا. حبل على الجرار. الحمد لله إن شاء الله يعني نحن هدفنا دائما يعني نساعد أكثر عائلات بنقدر عليها. نحن مشروعنا بلش تقريبا ب 2015 لما كان الفريق تبعيتنا بيعمل الزيارات بالريحانية زيارات ميدانية. كان شافوا قديش في عائلات وعم بيبعتوا أولادهم على الشغل. شافوا قديش في أولاد بالشوارع عم يشتغلوا. حسوا قيمة الضعف تبعيتهم وكيف لازم هالولاد يكونوا هن عم يدرسوا ما عم يشتغلوا بقى. شوي شوي وصلوا للأهل وعم صاروا يحكوا مع الأهل حتى يعرفوا شو الأسباب إنه شو هي السبب اللي عم يخلون أولادهم يشتغلوا ما عم يروح على المدرسة. أغلب العائلات كانوا إنه يعني ما كان بدهم هالشي يصير ما كان بدهم أولادهم يروحوا يشتغلوا كان بالعكس بدهم يروحوا على المدرسة بس كانوا عم يلاقوا أي طريقة لحتى يضل يعني يقاوموا لحتى يضلوا مستمرين بقى كان إنه العذر هذا. بعد كان الفريق هنيك قالوا لهم للأهل طيب شو رأيكم نحن ندعمكم بمقابل إنه هالولاد ما يشتغلوا يصير يروح على المدرسة. حلو. أغلب العائلات وافقت ومن هون بلش مشروع العائلات تبعيتنا اللي نحن بنقدم مساعدة نقدية ل يعني تقريبا للسد العجز بالعائلة لحتى بمقابل الأولاد اللي عم يشتغلوا يروحوا على المدرسة. وهيك بلشت الفكرة. حاليا نحن عندنا 28 عائلة باسطنبول وعندنا 32 عائلة بالريحانية. طبعا شباب وبنات ما في فرق بين شباب أو بنات بين عائلة أو تانية كلياتهم نفس الشيء تقريبا. نحن عندنا العافية مجد. نطلع لفوق في هلا نزلتوا على الكرم لاب لتحت؟ لا ما نزلنا في شو في هون؟ أكيد هون عندنا تحت اثنين من ورشات كرم هاوس اللي هن الميكر سبيس اللي هي مساحة الطفل اللي بيطالع فيها أفكاره بيطبقها على أرض الواقع إذا عنده أي أفكار أي مشاريع. في الليزر كتر تحت في طابعة ثلاثية الأبعاد هدول اللي عم يتعلموا عليهم الأولاد بالمستقبل لحتى ينفذوا مشاريعهم. نحن جايين على كرم عشان يسجلوا البنات وبالشيء اللي هلنا عاملينه. كرم شغلة عظيمة تعرفنا عليهم من 3 سنوات. أنا بشتغل صابون شغل يدوي وكروشيه شغل السيدات وبيبيعوا لي اياهم كرم عشان المهجرين اللي بسوريا وحتى بتركيا. يعطيك العافية. بناتك؟ بناتي يسلمون ما شاء الله. والله ومبنى كتير مرتب ويعني في إبداع. وأهم شيء إنه السوريين عم يبدعوا هي أهم شيء. يعني كلمة وقت تقول سوري عم يبدع شغلة عظيمة. هلا أمكن عم تحكي دورة بالحكيمة أنتوا بس تتعلموا اليوم مدللين أنتوا عند أمكم؟ يعني تراجعي؟ لا والله الحمد لله عم ندللهم يعني حسب الوضع اللي احنا عايشين. هذا الصبيان اكثر سمعت هي هيك بتفكيرها ما في فرق. احنا ما عند الام كله شيء ماما بتعدل فيه كله العدل بس زياده يعني كهيك نوم يعني موانع عليكي وامهم فبيحكوا بيحكوا بس احنا عنا الاربعة عنا صبيين وبنتين مثل بعض يعني ما في فرق بين الصبي والبنت كل شيء مثل بعض بس اهم شيء يكون واعيين يعرفوا هالحياة شو بدها. الحياة بدها كتير. ولا شيء؟ ولا شيء. خلاص امك حكيت. شكرا. دائما سفر؟ دائما سفر. ايه سفر بس انه لغاية كتير مهمة
وهذا المشروع كتير بالنسبة لنا حلم كبير إنه عم نفتح تاني بيت كرم بتركيا، وإن شاء الله نقدر نخدم كتير من الطلاب بالمنطقة ليقدروا يبنوا مستقبل أحسن. شكرا لك. هذا الجهد يعني واضح إنه ملموس والناس عم تجاوب. شو الاسم؟ دورك بالتأسيس؟ ما في غيرك؟ أنت بلشتي بالفكرة؟ شو؟ اسمي لينا سيرجية، بعيش بشيكاغو، أصلي من حلب، وأسست شركة يعني كرم فاونديشن ب 2007، وكان عنا يعني لجنة تنفيذية، وبعدين بال 2011 بلشنا نركز كل شغلنا إنه نساعد الناس بسوريا، وشغلنا بالإغاثة بس حولنا للتعليم الإبداعي لأنه هذا هو الشيء اللي نحن منحب نعرفه والشيء اللي نحن منعرف فيه. أنا مهندسة معمارية وكنا نشتغل بمنطقة الريحانية كتير، كل سنة نشتغل أكثر من مرة بمدارس للطلاب السوريين، نشتغل تعليم إبداعي، تكنولوجي، ريادة أعمال، ومع الوقت ردنا نساوي مركز خاص بهذا النوع من التعليم الإبداعي اسمه بيت كرم، وفتحنا أول بيت ب 2017 بالريحانية، وهلأ هذا تاني بيت. والغاية من بيت كرم إنه نقدر نعطي للطلاب السوريين أدوات ليقدروا يصنعوا مستقبل أحسن وأفضل إلهم في الحياة. طارق بإسطنبول ولا كان بالريحانية وإجي لهون؟ لا بإسطنبول، بس كان اشتغل كتير بالريحانية بالتأسيس البيت كرم الأول، وهلأ هو مؤسس هون. معتمدين عليها؟ ايه طبعا طبعا. طيب يعني انت من زمان بشيكاغو يعني؟ من زمان. هلا وقت اللي جيتي وانت شفت السوريين صار في عندك بقى اختلاط؟ يعني عشت بسوريا وعشت بأمريكا، وصار لي بأمريكا من 2000 و... من ال... لا من 98، بشيكاغو من 2003، وهلا يعني كلياتنا شغلنا وحياتنا مشان نقدر نخدم سوريا. نحن ممكن نعطي للطلاب السوريين هالأدوات والمهارات العالمية، شيء هن يقدروا يعتمدوا عليهم ليروحوا للجامعة، يلاقوا شغل كتير أفضل، يبلشوا شغل لحالهم. ونحن كل النظرة لإلنا والرؤية لإلنا هي إنه ما في السوريين، ما لازم نكون نحن إنه بس محددين بتجربتنا بالحرب، تجربتنا بالخسارة وبالألم. لازم أنا بشوف كل طالب سوري، كل شاب وشابة منهم محددين، هن ممكن يحققوا كل أحلامهم، ممكن يعني يصلوا لأعلى المراتب ومع يعني وضعنا الحالي، بس لازمهم الفرص، لازمهم المهارات، لازمهم التعليم، لازمهم مكان آمن مثل هالمكان يقدروا يجوا يستفيدوا منه كل يوم. مع هالشي نحن برأينا إنه مع الوقت هالطلاب رح يقدروا يبنوا مجتمعات أفضل ومستقبل أفضل لكلياتنا. شكرا لك ويعطيك العافية. حملك تقيل يا طارق. هو المكتب ما حلو. يلا القراء بيجوا شوي شوي إن شاء الله. العجقة تحت. ايه وهون في جوا، هون في قاعة تانية. حلو البناء مريح يعني بالنسبة لكم. انت لحقت تتعلم شيء هون ولا دغري اجيت متطوع؟ لحضرنا شوي ولح نكمل ان شاء الله. الله يعطيك العافية. شو اسمك؟ خالد. انا اسمي عمار. انتم مش شوفين هون يعني ولا بس بالافتتاح؟ لا نجي لهون. حلو. كيفك؟ 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 وين كنتوا جوا؟ كنا ببيت كرم. كان شرح عن بيت كرم يعني ثلاث طوابق بس جوا شو في؟ جوا في كان بيشرحوا عن بيت كرم. أخذتوا فكرة؟ عجبتكم الفكرة؟ إيه الحمد لله. بس كأنك مالك ناوي يعني تستمر ما؟ إيه والله للأسف، مع إنه كان كتير جاي على بالي إنه أكمل، بس بكالوريا ولازم أدرس الرياضيات وأجهز ظروف. نعم يلا يعني إن شاء الله. لا إنه رح أحاول قدر الإمكان أنه أفضي حالي لو كم ساعة وأحضر أنه اختصارات عن الاستوديوهات والدورات اللي هو إن شاء الله. يعني هو حظه حلو اللي جاي مثلاً بعمر أصغر منك عم يتعلم. بالضبط. يعني حالياً أنا تمنيت أكون عمري 14 سنة. أنه هذا الشيء ما صح لحدا أنه يجي على بيت فيه الاختصاصات. لا بالفعل عن جد كاسطنبول يعني صار لي أنا تقريباً 5 سنين أول مرة بشوف إنه بلشوا إنه حدا يبلش بهيك مجال، فهذا أنا برأيي إنجاز كبير. هلا من أول ما شفت أو صار عندك هيك فكرة عن بيت كرم
صار في عندك يعني هيك انه بالمستقبل الشخص اللي بيفوت يعني بيعرف يرتب اموره مستقبله كيف يفكر كيف، فهي فرصة. نعم فرصة يعني، وبتمنى انه الكل عن جد يستغلها، وان شاء الله بعتقد انه السنين الجاي ان شاء الله الفكرة رح توصل للكل بإذن الله. زعلان انت ما؟ يعني حزين يعني تقريبا. انت ممكن بعد فترة تجي هون متطوع بتساهم؟ بالضبط نعم، فأنا كشاف بالمناسبة، فإنه عملنا التطوعي بأي وقت فنحن جاهزين بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية. شو اسمك؟ محمد. هلا محمد مشي حاله عم يتفرجوا على شغلة. حلو الواحد بيحكي كثير صراحة. أنا ما بحب اللي بيحكي كثير. عكسه لمحمد ما؟ ايه. تلاقي مكانه ايه. ايه بيستغل الوقت هو. انت بتشوف هيك اريح لك؟ ايه. يعني احيانا الواحد بيتدخل بشي بيطلع له شيء. ايه. ما كل واحد عم بيحكي موضوع بيجي بيدخل له موضوع تاني وببلش. فانت حريص على انه ما نفوت اي فوتة غير ما تكون. شو رايك ببيت كرام؟ لا صراحة انه منيح يعني، بيطور الفكرة. مثلا الانسان جاي ما بيحسن يعطي فكره يعني، مثلا ما برا ما بيحسن يعطي فكره، بيجي لهون عنده شيء انه يحسن يعطي ويستفاد منه المجتمع. بتحس هون يعني انه مفتوح على الشاب انه ممكن يقول اللي بده اياه، او يعني يسال اسئلته بيلاقي اجوبه. ايه لك هيك يعني، يعني شيء بيجي لهون بيطرحه يعني، بلاقي الشيء اللي بيحسن يساوي. شو اسمك؟ احمد. احمد ملاحظ انه المستقبل صعب احمد، ولا في تفاؤل ولا؟ والله للي مثل اللي بيتفائل يتفائلوا بالخير تجدوا. صح هو هيك المطلوب يعني. بس بالنسبة لك انت يعني هيك ها بلشت يعني بتصير شاب ومستقبلك ودراستك، بتحس انه في شيء مو واضح يعني ولا؟ احيانا يعني، احيانا بتجيك شغله بتطلع هيك بتلاقي مستقبلك طويل في مشاكل، بعدين بتجيك لحظه بتلاقي مستقبلي انه جيد جدا يعني. فيه حالات هذا غير المفاجآت يعني. قادر تتوازن هلا يعني، بتتفرج بتفكر بعدين بعطي كلمه. انت بعيد عن هذا المكان سكنك؟ ايه بعيد، بس انا مازال بدي احقق طموحي، بدي انه اجبر حالي واجي. شكرا لكم. الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعه معاكم. جينا وجيناكم الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.